حصار الجار تاريخ لا يمكن أن ينسى، تاريخ 5/6 بالنسبة لي لا يمكن أن أنسى هذا التاريخ، لأن كان هذا تاريخ أول يوم دوام لي في شركة حصاد كرئيس تنفيذي. داومت مباشرة يوم الحصار، تم استدعائنا كحصاد للاجتماع مع الحكومة لدراسة موضوع التحديات اللي تواجه توفير المواد الغذائية في هذه الفترة بسبب الحصار، حيث أن أغلب المواد كانت تجي عن طريق الحدود البرية، المواد الغذائية الرئيسية، وتم إغلاق هذه الحدود بدون انذار. طبعاً بالنسبة لنا كحصاد ما كان عندنا اختيار أن احنا نفكر ناخذ المهمة وما ناخذ المهمة. طلعنا من الاجتماع على يقين 100% أن احنا راح نأدي، كان عندنا إيمان كامل أن احنا راح نأدي وراح نسد النقص والعجز في أسرع وقت ممكن، لأن الموضوع موضوع قطر. بالنسبة لي أول مرة ألتقي بالفريق، وفعلا قمنا بمناقشة الأزمة داخليا وكيف نقدر نوفر المواد الرئيسية اللي تحتاجها الدولة. بعدها بساعة مباشرة تم اختيار موقع يكون مركز العمليات، هذا الموقع في أحد الشركات التابعة لشركة حصاد. ميزة هذا الموقع أنه قريب من السوق المركزي، فيه المخازن، قريب من المزادات، يعطينا رؤية مباشرة على الأرض إيش قاعد يصير في السوق وإيش النقص اللي في السوق. إحنا تقريبا إحنا قاعدين نصور في الغرفة نفسها اللي 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 قضينا فيها أيام وأسابيع. هذه الغرفة تقريبا 4x4، هذه الغرفة هي اللي تم فيها التخطيط وتحديد الدول، اللي هم تقريبا ما يقارب 10 دول الرئيسية اللي راح إحنا نجيب منها المواد، كان على رأسها تركيا. طبعا قمنا بزيارة الجمهورية التركية، وفي لحظة الوصول تم إبلاغنا باهتمام سعادة الوزير التركي، وزير الاقتصاد التركي، بالزيارة ومقابلتنا. وتمت المقابلة تقريبا في منتصف الليل، وكان هذا دليل على اهتمام سعادته. وفي الاجتماع كان جميع المسؤولين في الوزارة موجودين، وكانت توجيهات سعادة الوزير واضحة ومباشرة للجميع بالتعاون. ثاني يوم صباحا تم الاجتماع في مقر الوزارة بجميع المدراء التنفيذيين للشركات الفاعلة في تركيا، وتم التواصل معهم وإعطاهم كل الاحتياجات اللي تحتاجها دولة قطر من تركيا. ان شاء الله هذول تيم التجارب اليوم قاعدين نسوي تست عقب ما خلصنا اجتماعات. التحدي الكبير الاخر اللي كان واجهناه، كيف ننقي هذه مئات الاطنان من الاغذيه يوميا الى قطر. كان تحدي كبير، استطعنا توفير هذه الطائرات في وقت قياسي. مش بس هالشكل، استطعنا فتح خطوط بريه بحريه، قمنا بتجربتها والحمد لله نجحت، وقمنا بعد ذلك توفير هذه الخطوط إلى القطاع الخاص اللي لليوم يستفيد منها. كنا نستورد مئات الأطنان يوميا من الميناء ومن المطار، فيوجد لدينا فريق في المنافذ تستقبل هذه المواد الغذائية وتوصلها إلى المخازن الرئيسية، ويستلمها الفريق التوزيع الخاص بحصاد لضمان توزيعها إلى السوبر ماركتات والسوق المحلي. The task at hand was very challenging. The biggest challenge was that now that the products had reached the market, they needed to be distributed efficiently and effectively into the various shops where people shop. So what we did was we divided the country into two key zones. One was the key retail outlets, the big shops, which cover almost 60-70% of the market. But having said so, we did not forget the small bakalas, more than 1,000 such bakalas, which cover the real man on the street, you know, needed to be covered. We created an efficient system within 24 hours where we had vehicles lined up 24/7 to pick up the stock from the warehouses and deliver it onto the shelves. Our key objective was always that the shelves should not be empty. لما صار الحصار انتقلنا من 4 تريلات او 4 برادات الى حوالي 40 براد في اليوم،
يعني ما يوازي حوالي 4 طيارات، لأن كنا نتعامل مع كميات بسيطة، نتعامل مع مئات الأطنان. صار دوام 24 على 24، صرنا نضطر حتى بدل ما نبيع في السوق المركزي صرنا نبيع حتى في المخازن تبعنا مباشرة للمستهلكين، لأن الكميات اللي توصل القدرة تبع توزيعها في ساعات محددة صعب جدا، صرنا نضطر نبيعها بخلال النهار كله. رغم الضغط اللي احنا كنا فيه وقت الحصار، كنا في نفس الوقت حريصين على وضع خطط سريعة لزيادة الإنتاج المحلي عن طريق مشاريعنا المحلية بالتوسع بها. كان في توجيهات باستصلاح الأراضي المتوفرة والمساهمة بشكل فعال في الإنتاج الزراعي. فقامت حصاد باستصلاح عشرات الهكتارات لإمداد السوق المحلي بالخضروات. أول ما صار الحصار قامت حصاد بفتح كل مخازنها الاستراتيجية من الأعلاف. قمنا بالتوريد بشكل مستمر للسوق المحلي للتأكد من عدم حصول أي نقص، وكذلك تم فتح بعض المخازن لأهل قطر بحيث أنهم يستلمون حصصهم من الأعلاف من مخازننا، خاصة مع رجوع الكثير من الماشية من دول الحصار داخل الدولة. شعور كبير بالفخر أن الكيان اللي تنتمي له وتعمل فيه كان له دور كبير جداً في تخفيف من آثار الحصار على بلدك. وهذه طبعاً من أقل الأشياء اللي ممكن نقدمها حق دولتنا اللي قدمت لنا كل حاجة. We are very proud of the fact that though we were in a challenging situation, the team as together, you know, withstood all the pressures, worked 24/7, ensured that the end customer, you know, day and night is able to receive the product in the freshest form. كنا على يقين بأن هذه المهمة ليست مهمة وظيفة بكثر ما هي مهمة وطنية سيسجلها التاريخ. يمكن بالعكس هالحصار اللي صار علمنا أنه نتكل على حالنا أكثر. ما سمعنا كومبلين من أي موظف بالشركة أنه لأنه في دوام عمل أكثر. بالعكس يعني إذا الرئيس التنفيذي الجديد كان موجود هنا 24/24، ليش نحن ما نكون أكثر منه كمان؟ يعني كان هو مثالنا وكل واحد كان بيعطي مثال للتاني. إحنا كحصاد فخورين جداً بأدائنا في هذه المهمة، فخورين جداً لأن استطعنا أن نحفر اسمنا في تاريخ قطر، وعلى استعداد لتحمل أي مسؤولية أو أي مهمة تكلف إلينا من قبل الحكومة في أي وقت.